بعد نجاح وزارة الداخلية السورية في وضع وتشغيل نظام النافذة الواحدة لشهادات السياقة، قدمت شركة كيولينكر الصينية تحديثاً مجانياً لنظامها ومعداتها المستخدمة أصلاً لتنظيم الدور في هذا المشروع، بما يضمن التباعد الاجتماعي لدعم جهود الدولة السورية في مواجهة وباء كورونا. بإطار سعي وزارة الداخلية بتحديث كافة المرافق اللي تتعلق بخدمة المواطن، قامت بإحداث هذا المركز الذي يعتبر تجربة أولى وسيعمم على باقي محافظات القطر. جهاز الدور هون موجود أيضا بخدمة مركز النافذة الواحدة، موجود عليه عنصر، أول ما بيدخل المواطن بياخد رقم دور بيقعد بصالة الانتظار. نفذنا مؤخرا مشروع نظام الدور الإلكتروني في النافذة الواحدة بالمرور، كما حرصنا على تطوير المنتجات لنظام الدور الإلكتروني بشكل مجاني دعما لجهود الحكومة في مواجهة وباء كورونا، حيث يدعم البرنامج نظام التباعد الاجتماعي. الخدمات كلها هي عبارة عن متتالية، النظام بيخدمها بتذكرة واحدة، المراجع بس بيقطع تذكرة واحدة. يختصر مبنى النافذة الواحدة هذا في فرع المرور التابع لوزارة الداخلية عدة مراكز، ممكنا المواطن من الحصول على شهادة السياقة خلال أقل من ساعة، كتطور مهم نحو تقديم الخدمات الإلكترونية في سوريا. كان المواطن يضطر يروح على المالية حتى يقطع وصل المال ويرجع لهون، هلا المالية موجودين عنا، الفحص الطبي موجودين عنا، كل شيء بخص إجهاز السوق موجود هو ضمن مركز خدمة المواطن حاليا. كل أوراقك تأخذها من شباك واحد، من مركز واحد، من مكان واحد، فهيك خفف عليك الوقت والجهد، ونفس كمان خفف من انتشار الكورونا بالتباعد. مجرد دخولي من المبنى يعني شفت التزام كامل، والنافذة الواحدة كتير كويسة، يعني ما أخذ وقت بنوب، يعني هلا سويت كل الوراق من لاحكم عليه للاستمارة لكل شيء، للتصوير الهوية لكل شيء، يعني كله بسرعة الكلية. كما يقدم المشروع تحسيناً لجودة الخدمة وإدارتها بجهود محلية نحو أتمتة أعمال وزارة الداخلية، محققاً نظام التباعد الاجتماعي الذي يخفف مخاطر العدوى بفيروس كورونا. بهذه الورقة فقط اختصرنا إجراءات زيارة 4 مراكز على مساحة العاصمة دمشق، نقدمه إلى الموظف، وهكذا ننتظر إلى أن تنتهي كل الإجراءات التي كانت تستغرق أكثر من يوم أو يومين للحصول على شهادة السواقة. لقناة CGTN العربية، مركز المرور، يعرب خير بيك، دمشق.